فهمتيني اخويا. اما الوقت هذه بنادم ادو معاه يضربك يمشي، علاش هذا بنادم يسمح في حقه؟ راه بنادم حتى كيمشي وسط القريه علاش كي علاش كيقول كون كون كيدير الاخلاق ديالهم؟ هذه الطابله ديالهم قلت لك. اه هي دي الطابله ديالهم، الاخلاق ديالهم، الاخلاق ديالهم دايره الاخلاق زوينه. الانسان اللي كيخدم على راسه راه بخير، ملي كيحضر هذاك الشيطان. عنده وليدات؟ الولاد راه عنده، عنده وليدات. شنو مجموعة الناس الشباب هذه مقطرين كيما؟ وراه انا منهم، انا نوريك قول البراد خاوي، وانا ما قديتش الطابله اللي شفت هذيك، انا ما قديتش الصراحه. ها؟ شفت الحاله كذا، شفت الضربه اخويا، راه فكرت فيه اليوم. لماذا؟ كان هذا رسالتي للشباب اللي كيديروا بحال هاد الكوارث، نادم يرقص من هذاك الشيء شويه ويمشي في شي طريق زوينه. هذاك الشيء راه ما خدامش، هذاك الشيء راه هو اللي كيوصل بنادم للمشاكل. الدوي معايا؟ لا انا محارب. محارب مرزوق. اسمح لي يا خويا الزين، الله يحميك. وقع الخلاف بيناتهم، انا ما حاضرش. وقع الخلاف هي فين وقعت الحادثه، فهمتيني؟ او مضاربين وقعت الحادثه، ومن بعد اخويا شنو نقول لك؟ هذاك السيد راه تينقي بلاصتو، تينقي الحوت، ودا عساس في المرشي. صافي بقاو مشادات كيتناقروا يتعايروا، صافي تا قضية كبرات فهمتيني، ولا الضرب صافي. الاخر مني ضربو، الاخر جبد الجنوية تاهو ضربو. ما سكيتوهمش ملي كانوا كيضربو؟ انا ما حاضر، جيت من الدار لقيت داو صراحة ديال الله. جيت انا لقيت لومبيلونس داو. المغاربة بغينا نعرفو شنو هو السبب سوء تفاهم بالضبط؟ سوء تفاهم كما قلت، خلاف نزاع بيناتهم، بقاو كيتناقرو شوية صافي تشادو. فلوس شي حاجة شنو هو؟ لا ماشي فلوس، دابا هذا تينقي وهذاك عساس. شوف الخلاف بيناتهم على حساب المرشي، قلت انا والله اعلم. هادشي اللي سمع صافي، بقاو كيتناقروا عادي مني منك صافي، تتشادوا صافي. الاخر تيضرب، الاخر تيضرب. هي فين هز هذيك الجنويه وضربوا فيها؟ هادشي اللي فين البلاصه اللي ضربوا فيها؟ فين؟ اه هنا نفس السوق. لا في الراس ولا في الكرش ولا فين؟ ضربوا في كرش. ضربوا في كرش. من شي الدم وهذاك الشيء كيفاش؟ انا ما حضرتش، ما حضرتش. هذا هو اللي كاين. نعم الله يرحمه، الله يدير شي تاوي، الله يحسن العوال الجميع اخويا صراحه ديال الله. لا بقى فينا الحال صراحه، بجوج ولد ولا الدرب صراحه. ها والاخلاق راك عارف، انسان بالنسبه للحكم خدام هنايا راك عارف كيكون شويه ديال الستريس ديال الخدمه وديال المعيشه ديال بنادم راك عارف. صافي وقع الخلاف بيناتهم، صافي وصلات ما كاينش اللي غيقد يفك. ملي كيبان لك انسان هز جنويه والاخر شادين، ما غاتجيش تدخل الوسط، الا دخلتي غاتولي جايه حتى شي ضربه. وانا هادشي والله ما بغيتش يوقع صراحه، حنا مصدومين صراحه. انا كندوي معاكم مصدوم صراحه ديال الله، والله انا اللحم ديالي كيتبورش عليا دابا قسما بالله. الله يدير لي مشيتي. هذا هو الحوت ديالو دابا محمد رسول الله. هنا فين وقعت الجريمه في منطقه ديال الحي محمد، هنا فين وقعت الجريمه في منطقه لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا لله وانا اليه راجعون. الجريمه هذه الهزات منطقه الحي محمدي، يعني مول الحوت ناقش مع العساس ديال السوق وصفها لي. هنا مشاهدي قناة شوف دابا كيف ما كتبعوا معنا، هذا هو مكان وقوع الجريمة هنا في منطقة الحي محمد. الله يعز يعني مكان وقوع الجريمة، هذا هو المكان. الله يرحمها كان ويدات.
ما كان حنا تحيه افند شوف حمزة ها صاحبهم هيا خذنا عصام